احمد، احنا كنا حلوين في كاس الامم. كنا كويسين صح كده، كويسين. قبل ما ابدا اي كلام، انت كنت كاتب بوست حابب بس ايه، شوف من غير اسئله، انا عايزك تقول البوست ده تاني دلوقتي، عشان انا البوست ده لما شفته على الفيسبوك انبهرت، سعدت بيه. بص، حلو وحش دي كلمه مطاطه وكبيره قوي. حلو، حلو مقارنه بايه، وحش مقارنه بايه؟ أيوة. فين البنش مارك؟ ايه معيار المقارنه عشان اعرف انك يعني لما اقول محمد اشيك من احمد، انا هنا قارنته باحمد عشان اعرف هو شيك ولا مش شيك. هي قصه كده. فانت دلوقتي، احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ احنا كنا فين وبقينا فين؟ احنا كنا بنعمل ايه؟ هل طول عمرنا احنا بدنيا متفوقين على فرق افريقيا ولا بنعاني بدنيا؟ بنعاني بدنيا. فلما الاقي كارلوس كيروش بيلعب 120 دقيقه اربع مرات ورا بعض، ما بيتغلبش، ما بيخشش فيه جول، وبيسجل كمان وبيتفوق على المغرب، فاذا الراجل حقق لك تقدم بدني وتفوق بدني. صح. لما الاقي كارلوس كيروش بيكتشف لك وجوه جديده ما عندها ظهير جماهيري وبيجدد دماء المنتخب، وده ما كانش بيحصل في عصور سابقه، فاذا احنا بنتقدم ونتطور مع كارلوس كيروش. صح. لما الاقي منتخب مصر عنده باترن، نمط، شكل واضح، في حاجه تتمسك في الملعب، في تحركات، في مسار تحرك، في مسار جري، مش عشوائيه، مش عشوائيه. صح. واحنا كنا مميزين الحقيقه بالعشوائيه. كنت تقعد تتفرج على ماتشات منتخب مصر ما تطلعش بحاجه واحده بتتعمل ممنهجه. صح. يبقى اذا احنا بنتقدم وبنتطور. صحيح. ولما 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 هو ده المعيار. عشان اقول احنا كنا كويسين لازم ابقى واضح. صح. هو احنا بقى لنا، احنا من بعد 2010، خلينا بقى ننسى الثلاث بطولات اللي كسبناهم، 12 ما رحناش، 13 ما رحناش، 15 ما رحناش، صح كده، 17 رحنا مع كوبر وده كان حاجة استثنائية، وطلعنا التاني وتأهلنا الكاس العالم في نفس السيزون أو في نفس السنة. 19 على ملعبنا بأداء ولا أسوأ، خرجنا من دور ال 16 أول مواجهة نوك أوت مع أجري، خفير أجري. وإذا وثم نهاية ب 2022 بنعود إن احنا نوصل للمباراة النهائية في واحدة من أطول البطولات. منتخب مصر هو الفريق الأكثر لعبا للدقائق في تاريخ البطولة. منتخب مصر عنده اللاعب الاكثر لعبا للدقائق في تاريخ بطوله، محمد صلاح بالمناسبه. منتخب مصر عمل 800 دقيقه في سبع مباريات. 800 دقيقه في سبع مباريات ده رقم مهول، يعني بمعدل ما متوسطه 114 او 115 دقيقه في المباراه. ما حصلش. ما حصلش. محمد صلاح لعب كل دقيقه، خرج في دقيقه واحده بس قبل مباراه المغرب قبل دقيقه ونص دقيقه ولا حاجه. محمد صلاح لعب 799 دقيقه في البطوله دي. خط دفاع بالكامل يصاب وحارس مرمى مصاب. لا قول زي ما تقول بقى، يعني وتعوض وتقدر تعوض من جوه البطوله. قرارات، مفيش تغيير. وجمال يفيدنا في القصه دي، مفيش تغيير كارلوس كيروش عمله في البطوله، نزل منتخب مصر. كل تغييراته زقت الفرقه لقدام. صحيح. كاميرون وانت بتلعبها في السيمي فاينل، كل تغيير انطونيو كونساو بيعمله بيقلل مستوى الفريق الكاميرون فني وبيخلي منتخب مصر يسيطر اكتر، وانت تغييرك بيزود. كوت ديفوار تغيير بينزل. المغرب تغيير بينزل، وخليلوزيتش في المغرب منتقد بشكل كبير جدا ويعاني. يعاني على تغيير سفيان بوفال ونزور رحيمي وخروج النصيري وخروج منير الحدادي وخروج الناس بتنتقده، ادارته سيئه المباراه. كارلوس كيروش لم يدير مباراه واحده بشكل سيء. كل مره امبارح اخيرا استثناء مباراه المنتخب النيجيري بصراحه كبدايه، يعني هو النوك اوت. بص، البطوله الحقيقيه بدات في النوك اوت. برافو عليك. احنا تاهلنا كان امر واقع، نطلع اول نطلع تاني. فرقت انك تاخد الجزائر من كوت ديفوار، ما فرقتش كتير، ما انت لعبت فاينل بالمناسبه. طلعت التاني ولعبت فاينل في النهائي، ونيجيريا طلعت اول، خرجت من اول مباراه بعد الدور. صح. الاول. صح. فالحقيقه احنا قدمنا بطوله كبيره، قدمنا اداء كويس ومشرف. كمان شويه لما نتعمق اكتر هنقدر بقى نحط ايدينا احنا ليه ما كسبناش البطوله، وايه هو الدرس المستفاد من البطوله. حلو. احنا لازم نفكر كده.